السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بعد أن فتحنا في هذا الفيديو موقع، اليوم في هذا الفيديو سنرى طريقة تأمين هذا الموقع، لأن هذا الموقع يعطينا موقع بدون أمان. تابعوا معي الفيديو لتعرفوا الطريقة. إذا في هذا الفيديو شرحنا طريقة الحصول على موقع، تعود إليه لتعرف الطريقة تطبقها وتحصل على موقع. الآن تأتي إلى هذا الموقع برو فري هوست وتعمل ريجستر ناو، تضع الإيميل والباسورد، سيفتح معك بهذا الشكل. هذا هو موقعك، نعمل عليه كليك. نلاحظ أنه هنا غير آمن. إذا اليوم سنعرف كيف نحصل على SSL، شهادة الأمان يصبح آمن، وهذه أول خطوة نقوم بها. من بعد الحصول على هذا الرابط، نأتي هنا إلى مانج، نعمل عليها كليك لتظهر معنا السيب بانل. نعمل هنا كليك وستظهر معنا السيب بانل بهذا الشكل. ننزل إلى الأسفل ونفتح SSL في نافذة جديدة بهذا الشكل، وكذلك نفتح DNS بهذا الشكل. ثم نأتي إلى جوجل ونكتب SSL free وننزل لنعمل كليك على هذا الموقع SSL for free. ندخل إلى هذا الموقع ونضع هنا الرابط. الرابط نأخذه من هنا، ها هو، هذا هو الموقع، نأخذه كوبي ونأتي هنا إلى الفري اس اس ال ونضعه هنا بهذا الشكل. نعمل كرييت فري اس اس ال سيرتيفيكيت. الإيميل الذي سجلت به في هذا الموقع، تضع هنا الإيميل والباسورد وريجستر. يفتح معك بهذا الشكل. الآن نعمل كليك هنا Next، ثم نعمل كليك هنا. إذا يقول بأنه يعطيك 1 year، إذا هذا مدفوع، هذا البرو مدفوع. إحنا نريد أن نختار 90 يوم فهي مجانية. نأتي هنا إلى الـ SSL ونعمل configure ثم generate key، نختار الدولة، هنا المدينة، وهنا تملأ هذه البيانات الـ company name. generate key، والآن أعطانا الكي بهذا الشكل. ونعمل next وهنا نختار من validity، نعمل كليك على هذا السهم، نختار 90، نعمل next وهنا نترك هذه هكذا بدون أي شيء ونعمل next، وهنا نعمل كليك نعمل كليك هنا على هذه نفعل هذه نتركها غير مفعلة وهذه نفعلها. نأتي هنا إلى الـ SSS ونأخذ هذه كوبي كما هي نسخ، ونعود هنا ونعمل لها لصق ونعمل نكست. والآن عندنا الفري بلان هو سيلكتد ونعمل نكست، وها هي your certificate has been created and is ready for domain verification. الآن بعد أن حصلنا على الإيميل verification وشهادة الأمان أعطاها لنا، نعمل كليك هنا على DNS ونأتي هنا إلى هذا الـ name ونأخذه كما هو كوكي
من البداية، من البداية من هنا إلى، خذوا كوبي من هنا إلى هذه النقطة. إذا نكبر حتى ترى جيدا. إذا هنا نقف عند هذه النقطة لأن هذا موجود already في الدي ان اس. نأخذ النيم من هنا، نعمل له كوبي نسخ، نعود إلى الدي ان اس، ها هو هنا ريكورد نيم، يطلب منا هذا الاسم ونعمل له لصق، والديستنيشن نعود ونأخذها من هنا، وهذه بوينت 2 كما هي نسخ، نأتي هنا ونعمل هنا لصق، ثم نعمل آد، نعود إلى الموقع ونعمل نكست، والآن نعمل فيريفاي دومين، نعمل كليك هنا و كونغراتيليشن، ها هو قد أعطانا الـ SSL. ننتظر بضع لحظات وها هي، يجب أن يعطيك هذا المساج الأخضر، Your certificate has been issued and ready، يعني هي جاهزة لكي تعمل لها install. الآن تعمل download، download لهذه الشهادة ونفتحها. نفتح هذه الشهادة extract here، ها هي، نفتحها باستعمال البلوك نوت، ها هي بهذا الشكل. والآن نأخذها كما هي كوبي كنترول A، نأخذها كوبي ونعود إلى الـ SSL هنا الـ Certificate ونضعها لصق و Upload، نعود إلى السيف بانل ونأتي هنا إلى السوفتوير ونعمل عليه كليك، يفتح معنا بهذا الشكل. نعمل كليك على Installation وسيفتح معنا بهذا الشكل، ثم نعمل كليك على Login ويفتح معنا بهذا الشكل الداشبورد، ونأتي هنا إلى Setting وننزل هنا إلى الأغل ونضيف الأس، أنا أضفتها ها هي، نضيف أس هنا وهنا، ثم ننزل إلى الأسفل ونعمل Save Change، Save Change، ثم بعد ذلك سيصبح عندنا الموقع. نعود هنا ونعمل Log In وسيفتح معنا الموقع وسيكون بهذا الشكل، لقد تم تأمينه، ها هو. نعمل Update وسنرى بأنه تم تأمين الموقع، وها هو أصبح فيه HTTPS. وهكذا تكون قد أمنت الموقع، وبالتوفيق للجميع.